اعتقد انه ما زلت في حاله المحاوله للفهم هذه. انا اتقدم بتحديد بعض المعاني او بعض عرض بعض المعاني الخاصه بمفهوم الهويه. طبعا الهويه لها معاني عديده، بنذكر منها يعني تمثيلا لا حصرا ما يقال من ان الهويه كمفهوم، هو الهويه كمفهوم مفهوم يستخدم لوصف تصور الفرد او الافراد وتعبير هذا الفرد او الافراد عن تصورهم، عن تصورهم لتفردهم وخصوصيتهم والانتماءات التي تجمعهم. يعني الهويه ممكن تكون تصور في المقام الاول، يعني الهويه تجريد ابستراكشن، ما هيش حاجه موجوده في الواقع. انا ما اقدرش اقول في هويه هي انا استعني انا المسه، لكني اقول ان الهويه مفهوم علمي او مفهوم ثقافي مجرد بستدل عليه من خلال الاثار الداله عليه، زي ما بقول السلوك الانساني. انا ما اقدرش اقول ايه هو الذكاء، ما اقدرش امسك الذكاء ولا الكهرباء، لكن اقول بستدل على وجود الذكاء من السلوك الذكي، واستدل على وجود الكهرباء من العلامات التي تدل على الكهرباء، من التاثيرات التي تقوم بها هذه الكهرباء. فاذا كان الهويه مثلها مثل المفاهيم العلميه الاخرى، تكوين افتراضي، تكوين علمي افتراضي، او ما نسميه احيانا هيبوثيتيكال كونستراكت، يعني تكوين افتراضي، بنفترض وجود حاجه اسمها الهويه، وبناكد وجودها من خلال اثارها الداله عليها. اثارها الداله عليها ممكن تكون اللغه، ممكن تكون التاريخ المشترك، ممكن تكون التعبيرات اللي تتمثل في الازياء، تتمثل في شكل الوجه، تعبيرات الوجه، طرائق الكلام، طرائق السلوك، الافكار المشتركه، كل هذه الاشياء ممكن تكون علامات داله على وجود هويه ما تجمع بين مجموعه من الافراد، او تتعلق بفرد يتحدث ويسلك على انه ينتمي الى هويه ما او الى جماعه ما. اذا ممكن نقول في ضوء هذا ان في عدد كبير جدا من المفاهيم التي تتعلق بمفهوم الهويه. ممكن نقول مثلا على سبيل المثال للحصر، نقول الهويه القوميه الناشونال ايدنتيتي، ممكن نقول هويه ثقافيه الكالتشرال ايدنتيتي، ممكن نقول هويه المكان البليس ايدنتيتي، يقول المكان ده له هويه معينه، له طابع معين، له خصوصيه معينه، له حتى احيانا يقال روح معينه. فاذا هناك طابع ما دايما اللي يسالك مصر رايح على فين قول له مش كنت تسال قبل ما تركب؟ بس احنا غصب عننا الكبده، احنا الكبده وخلاص عارفين ننزل. وبعدين في سبب اخر للسرور الاشتراك في الندوه، انه بيذكر المرء بكتاب شهير للدكتور طه حسين بهذا العنوان بالضبط، مستقبل الثقافه في مصر، وعمل ضجة سنة 8 يعني لما طلع سنة 38، استمر يعتبر من معالم تطور الفكر المصري في القرن الماضي، وأثار فيه قضايا مهمة، ومنها العبارة الشهيرة جدا التي أطلقها وجلبت له كثيرا من الانتقادات على علاقة مصر بالغرب. قال لك ناخذ من الغرب كل شيء، حلوه بحلوه ومره، وما نرضى به وما لا نرضى لابد ان ناخذه. فكان ده موقف طه حسين سنه 38 من مشكله الهويه. لكن دايما اعتقد انه لو كان الدكتور طه حسين انتظر 6 سنوات لغاية ما انتهت الحرب العالمية الثانية كان قال كلام مختلف. أوروبا في سنة 38 كانت في عنفوانة، والغرب كان يعطينا أفضل ما لديه في الواقع رغم الاحتلال. إنما بعد الحرب العالم اتغير، وأظن طه حسين كان لابد إنه يغير رأيه في مسألة
ماذا يأخذ من الضرب وماذا لا يأخذ. هي أنا أعتقد أنها مقدمة لا بأس بها لما يدور بذهني بخصوص الندوة دي، لأنه لما قريت المحاور الأربعة لقيت في الواقع أول خاطر خطر ببالي، هل أتصور أنه في دولة من الدول التي نسميها دولة متقدمة صناعياً أو متقدمة فقط زي ألمانيا ولا فرنسا ولا إنجلترا، دو أن نتصور أن تعقد ندوة الآن أو حتى لعشرات السنين قبل كده عشان تناقش مشكلة الهوية ومشكلة علاقة الدولة بالمؤسسات الخاصة ومن الذي يباح ولا يباح ومسألة الثقافة والمجتمع والحرية. أظن إن ده مش ممكن، وده بيخلينا نفكر ليه إحنا في أزمة تجعلنا في هذه الأمور كلها تجعلنا دايما نعاود التفكير في هذه القضايا. وبعدين هذا مشكلة الهوية أو سؤال الهوية أنا بشوفه سؤال دائما غريب، يعني مجتمع عمره المؤرخ والمكتوب 7000 سنة ما زال يبحث عن هويته، فهذه إشكالية حقيقية تعكس حالة من الارتباك والضعف والاضطراب في هذا المجتمع في هذه اللحظة. وزي ما الدكتور جلال أمين قال إن سؤال الهوية ما كانش مطروح بالإلحاح ده ولا بالقوة دي في فترات سابقة عندما كان هناك هم وطني ومعركة مع الاستعمار. رغم هذه المعركة كان سؤال الهوية متواري لأننا كنا ندرك هويتنا وندرك أهدافنا ونحدد أهدافنا بشكل واضح. هذا الطرح بدأ بالفعل يمكن يعني في مرحلتين. المرحلة الأولى هي عسكرة الثقافة وتأميمها مثل تأميم كل شيء في المجتمع بعد انقلاب يوليو 52، ويمكن نرجع لده في النقط الثانية من الحوار مش هدخل فيها دلوقتي. الأمر الثاني مع موجة الهجرة إلى الخليج في السبعينيات، بس لكن أنا أراها بصورة أخرى، ليست إن الهجرة للخليج هي اللي جابت الثقافة الغربية، بالعكس هي جابت الصراع الثقافي وجابت نقلت لنا مفاهيم وأفكار كانت محدودة في مجتمعنا أو حجمها ومساحتها محدودة في مجتمعنا، وأثارت إشكاليات لم تكن مطروحة من قبل حول الهوية والثقافة. وبدأنا نسائل نفسنا عن تاريخنا وحضارتنا ونتبرأ من هذه الحضارة القديمة اللي قدمنا فيها للعالم إسهامات مهمة. واسمحنا أنا بتصور جلال أمين كان أقصد البداية، مرحلة البداية والثراء اللي ظهر مرتبطا بفترة الانفتاح، يمكن هو ده اللي يعني اتجه أكثر غربا. وبعدين بقى عند يعني خلال هذه المرحلة ظهر ما تتحدث حضرتك عنه فضل. لكن أنا ما يعني ما أرى في قضية الهوية هي ما طرحه الدكتور شاكر في كلمته، إن الهوية نتاج تراكم حضاري وتاريخي، وإن الهوية شيء متغير ومتطور بشكل مستمر، ولا توجد هوية ثابتة لشعب من الشعوب. وفكرة الشخصية القومية الحقيقة فكرة، والهوية القومية فكرة فيها شيء من العنصرية وفيها شيء من التعالي. هذه الشخصية القومية وهذه الهوية هي متغيرة بفعل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل التفاعل الحضاري، ولا يوجد مجتمع حدث فيه تفاعل حضاري مثل المجتمع المصري عبر تاريخه الطويل، يمكن بحكم المكان بحكم